فيديو جديد هتكلم فيه معاكم عن موضوع كيندل. نتكلم اكتر بقى عن موضوع النيش والكلمات المربحة وازاي نجيب افكار لمجالات جديدة ممكن ننشر فيها ان شاء الله. هتكلم معاكم عن فيديو انا شفته امبارح. الفيديو ده لميكا اوساي، الناس اللي متابعة المشاهير في هذا المجال على اليوتيوب منهم ميكا اوساي. الفيديو ده ليه بالتحديد؟ لان ميكا في هذا الفيديو اللي هو نشره يوم 27 جون 2019 الشهر اللي فات، الراجل اتكلم عن ارباحه لاول كتب هو بدأ ينشرها من 2016. الجميل في الموضوع، وانا ليه جايب لكم بقى الفيديو ده، علشان الجزء اللي على الشمال مجموعة الكتب بتاعته، ايه هو النيش اللي كان بيشتغل عليه من البداية، ايه هي الارباح، ايه الكتب اللي جابت والكتب اللي لم تربح. هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده انا شايفه من الفيديوهات اللي ممكن تكون مفيدة جدا لنا، لان من خلال هذا الفيديو، طبعا هو هيتكلم في 12 دقيقة، بيتكلم عن الافكار بتاعته كانت ايه، بدايته من 2016. هو طبعا الجزء ده كاتب لنا العناوين وكاتب لنا الارباح، صرف كام، عمل غلاف بكام، عمل تسويق بكام، كسب ولا ما كسبش، هل كان عنده فقط الكندل اي بوك ولا كمان عنده الكتاب الورقي اللي هو البيبر باك. واللون الاحمر هنا ده معناه ان هو خسر، اللون الاخضر معناه ان هو كسب. فزي ما انتم شايفين هنا في جزء طبعا هو مظلله من رقم 5 لرقم 9، ده لان هو مش عايز حد يشوف ايه هي الكتب اللي هو نشرها في الجزء ده في الفترة دي وجابت الأرباح ما شاء الله الكبيرة دي. يعني مثلا شوفوا الكتاب هنا رقم 5 اللي هو عمل له اوت سورسنج، يعني خلى حد من اب ورك يكتبه له ب 84 دولار. الكتاب ده حتى هو ما عملوش كفر على فايفر، ده زوجته هي اللي عملت الكفر. يعني كل الجزء ده كده زوجته هي اللي عاملة الكفر بتاعتها، هو قال الكلام ده وانا شفت الفيديو. طبعا الخمسة دي يعني هو عمل الغلاف على فايفر. هنا الكتب اتكلفت كام، هنا الكفر، هنا تكلفة التسويق على يعني الاي ام اس او بيسموه دلوقتي اي اي امازون ادفرتايزمنت، تكلفة الكتاب بالبيبر باك، هنا بقى التوتال كوست كله على بعضه اتكلف كام، هنا بقى العائد للكتاب الالكتروني كندل، وهنا العائد للكتاب الورقي، وهنا بقى الارباح خسر ولا كسب. هنا بقى هناخد افكار احنا من هذا الجزء. يعني مثلا في بدايته كان بيكتب عن ايه، على الشمال هنا emotional habits، هنا weight loss، هنا how to write a book، ودي بقى من الافكار الحلوة قوي رقم 4 دي، وهشوف معاكم دلوقتي ليه دي فكرة حلوة. رقم 12 من الحاجات اللي ربحت بشكل كويس عاملة 419 دولار، كانت عن الكودينج، يعني بقى الكودينج والبايثون والحاجات دي، وانا البايثون هو خسر فيه. البايثون دي لغة برمجة، يعني اللغات بقى بتاعت الكمبيوتر والحاجات دي، يعني حاجة متخصصة قوي. هنا بقى الموضوع القرصنة الهاكينج، عمل كتاب كلفه 201، عمل الغلاف بخمسة، عمل دعاية ليه بخمسين، في الاخر هو كسب ما شاء الله، يعني الحمد لله. يعني زي ما انتم شايفين هنا بيستعرض لنا، انا بقى حابب اخد معاكم فكرة او اتنين ونجرب مع بعض. الكتاب ده اللي هو How to write a book، ده من الحاجات اللي كسبت. فلو جينا هنا وكتبنا How to write a book، انا هنا محضرها لكم على الببلشر روكت، هيطلع لي خلاص النتائج هنا. شوفوا طبعا هنا السيرش بيكون متفاوت، هنا عالي هنا اقل شوية، بس اهم حاجة زي ما تعلمنا عنينا بتكون على الكمبيتيتيف سكور، الحاجات اللي اعلى من 70 اسيبني منها وملوش لازمة ان انا ابص عليها لانها تكون صعب المنافسة فيها. هنا ايضا عدد الكتب، لو العدد كبير برضو ابعد عن الكتاب الفكرة دي، لان خلاص فيها عدد كبير جدا من المنافسين. ايضا عيني على الارباح، وطبعا هي بتتقسم على عدد الكتب، فبشوف هي نسبة وتناسب في النهاية. المهم انا بصيت على عدة افكار من How to Write من خلال الببلشر روكت، لقيت مثلا ان في هنا فكرة كويسة جدا اللي هي How to Write a Book Summary. ما ننساش هنا How to Write a Book، بس هنا بقى الببلشر روكت بيجيب لي باقي الافكار بالترتيب الابجدي. يعني لقيت هنا ان المنافسة 52 حلوة جدا، مش صعب ان انا انافس في الفكرة دي. البحث الشهري 1734،
هنا عدد الكتب 278، طبعا هنا ده لازم يبقى اكبر مفروض بكتير من الرقم ده. ليه؟ لان ده عدد الكتب اللي موجودة للفكرة دي، وده السيرش اللي بتعمل شهريا على الفكرة دي. طبعا 6466 ده رقم كويس، يبقى عدد الكتب 278. اجي هنا على امازون هلاقي ان عدد الكتب 279، يبقى في كتاب اتضاف امبارح مثلا 279، واجرب هنا واشوف بالكيد سباي الافكار ماشيه ازاي، الالوان اللي بتكون تحت على اليمين الالوان الثلاثه، لو خضره يبقى شيء مبشر، لو اصفر او احمر، هنا اتنين خضر وواحده صفرة، ده معناه ان المجال المنافسة فيه ممكن تكون سهلة، العائد كويس جدا، لكن الفكرة دي مش مشهورة بالدرجة، وبالتالي عدد الذين يبحثون عن الكلمة المفتاحية دي او العبارة بقى المفتاحية هذه عدد مش كبير. ايضا هنا من الكتب اللي ايميكا وساي نشر فيها حاجة اسمها Advanced Hacking اللي هو رقم 14، وده خسر فيه حقيقة، خسر فيه كتير، بس هو رجع كمل تاني اهو، هاك او ادفانسد هاك رقم 17. الجزء ده اخضر على فكرة، لان انا جيت بعد كده عملت مقارنة ما بين الشكل ده، لان هو جه فترة في الاخر كده راح رافع السكرين شوت، فانا عملت لكم هنا سكرين شوتس، ده اللون الاحمر 2 وبعد كده في 7 تحتيه، ده بالاحمر والباقي اخضر. فانا لو عملت بقى مقارنة هقول هنا ان في ادي الاتنين الحمر هنا وهنا، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، بمعنى ان دول اللي هو بعد اللون الاحمر، يعني هنا 1 2 3، شايفين ده اللي هو 80 و7، هو ده 80 و7، اللي تحتيه بالاخضر، اللي تحتيه ده اللي هو هيكون مين، اللي هما دول، دول خضر مقارنة بالسكرين شوت ده، دول خضر. فهنا ده معناه، هنا شوفوا بقى، هاك 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 هاك، عمل 4 كتب متتالية كلها بتتكلم عن موضوع الهاكينج، اخرهم كان الكتاب اللي هو هنا مكتوب بايثون وهاك وادفانسد هاك، كلمة هاك يعني او هاكينج اللي هي القرصنة يعني. اخر واحد ده شوفوا كسب منه كام، اللي هو 761، ده هنا ده كده اللي هو مكتوب فيه بايثون هاك Advanced Hack. طب خلوني اجرب معاكم Advanced Hack. كتبت Advanced Hacking، اضغط على Analyze اشوف النتائج. هنا عدد الكتب 195، المنافسة 13. طب خلوني اكتب هنا نفس الشيء واشوف بقى عن طريق كيد سباي. اذا هنا الكتب تقريبا نفس الشيء 197، اضغط على كيد سباي، هنا طلع لي كل الالوان، طلع لي الاخضر، يعني المنافسة هنا ممكن تبقى سهلة الحمد لله، لكن العائد مش بالدرجة. اما الكلمة مش مشهورة لان اللون هنا احمر. هنا بقى هرجع تاني لهاو تو رايت ابوك، هنزل تحت خالص، لازم يكون عندنا بقى صبر، ونضغط على كل الانالايزر اللي هنا على اليمين، لقيت دي هنا المنافسة 45، حلوة قوي. البحث الشهري 1018، هنا العائد 2207، اما الكتب عددها 207. طب هل ده شيء كويس ولا مش كويس؟ انا رأيي انه كويس، لان هنا العدد ده كبير، هنا اقل طبعا، هنا 45 وفي عائد مش بطال. لو جيت هنا وعملت كده وكتبت له how to write urban fantasy واضغط هنا اشوف الالوان هتطلع ازاي، هنا طلع لي 2 خضر واحدة صفرة، هنا المنافسة ممكن انافس بسهولة، العائد كويس، لكن البوبولاريتي الحمد لله مش حمراء ولكن مش خضراء. فهنا طبعا انا لما بضغط على سيلز رانك بيجيب لي الاول فوق خالص وبعد كده الاقل، فدي من الحاجات اللي ممكن ننظر ليها ايضا. اذا عندنا فيديو ايميكا وساي، انا هسيبه لكم في اللينك بتاع الرابط اللي هتلاقوه طبعا في صندوق الوصف، وحطت لكم طبعا هنا جميع الروابط، الفيديو هتلاقوه هنا، وانا كتبت لكم ان يمكنكم الاستعانة بهذا الفيديو لاخذ بعض الافكار يعني لنيش او كلمات مربحة من خلال الفيديو، وده السكرين شوت. وهنا بقى تلاقوا اخر فيديو انا عملته اللي هو بتاع المرة اللي فاتت عن كيندل ايضا وكيد سباي وببلشر روكت وكده. فزي ما انتوا شفتوا لازم ايدينا تكون في الموضوع دايما، يعني انا اكني بدرس طالب وبيذاكر، اقعد ادور على
ايه الكويس، النيش المربح، ايه اللي مش مربح. موضوع هاو تو رايت ده انا لاقيه يعني بصراحه زي كنز، يعني هاو تو رايت بالترتيب بقى كده تفضلوا ماشيين معاه تلاقوا حاجات تجنن. بصوا هنا مثلا ده 9827، طبعا ابعد تماما عن ده، شوفوا عدد الكتب مجتمع كام هنا، فهنا برضو ابعد عن الحاجات الكبيره قوي دي، ابعد عنها تماما. دور على حاجه تكون الارقام بتاعتها بقى زي ما قلت بتكون في المتناول. شوفوا هنا مثلا دي هاو تو رايت هورر ستوريز، قصص للرعب والحاجات دي، طلع لي بس كتابين بس، البحث الشهري 1327، في عائد حلو جدا مش بطال، لكن المنافسة صعبة جدا. 80 ده طبعا يعني منافسة تكون صعبة، غالبا هتلاقوا اللي كاتب في الموضوع ده حد مشهور. يعني نفس الفكرة هنا، هاو تو رايت البوك سامري اللي اتكلمنا عنها، شوفوا هنا العائد كبير، عدد الكتب 242، اما البحث الشهري فأقل من 1000 بشوية، المنافسة 56، لكن عدد الكتب يعني كبير شوية. هنا بقى الجزء ده انا مش شايف غير كتاب واحد، هنا في عائد رائع جدا لهذه الفكرة، شوفوا انتوا بقى اعملوا السيرش بتاعكم وبصوا عليه، لان الحقيقة في افكار كتير جميلة، وممكن من خلال البحث بتاعنا ده بقى ايه نلاقي حاجة كده تضرب معانا وتكون رائعة. يعني دي كانت الفكرة، حبيت بس اقول لكم ان في ناس او ممكن توضح لكم وتبين لكم ايه الافكار اللي هم شغالين عليها. ميكا اوساي من الناس اللي انا بتابعهم، وحقيقة يعني بستفيد جدا منه ومن الناس المحترمين. ان شاء الله الفترة الجاية اعمل معاكم براكتس اكتر لموضوع النيش والكي وورد ريسيرش، اكون معاكم ونشوف مع بعض النتائج اللي احنا ممكن نتوصل لها. هذا هو، شكرا لكم، ولا تنسوا ان الناس بالناس ومن يعن يعن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.